جاءنا عيد الأضحى المبارك مختلفا عن الأعياد التي سبقته في زمن الجائحة، حيث لمسنا التكامل والتلاحم المجتمعي من خلال التفاعل والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مما ساهم في قضاء إجازة العيد بأمان، وكان موازيا لذلك التعاون والتنسيق من كافة القطاعات بالدولة. وننتهز في هذه الفرصة لتقديم الشكر لخط دفاعنا الأول في كافة القطاعات على الجهود المبذولة في جميع الميادين لضمان تأمين صحة وسلامة المجتمع خلال الأزمة. هذا التناغم والتوافق مع الإجراءات بات مثالا للتكامل الشامل ومرتكز واضح في استراتيجية الدولة لمواجهة الجائحة من خلال الالتزام المجتمع بالإجراءات الاحترازية ودوره في التصدي لتداعيات الأزمة.